السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. واليوم طليت عليكم بواحد الكيك اللي كيجي رائع بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا عيد ميلاد لوليداتهم او لا هكا شي مناسبه اخرى، احتفال بهم، اي حاجه، وكيبغيو يصايبوا الكيك غير في الدار. انا جبت لكم واحد الكيكه ساهله ماهله، الطريقه ساهله اكثر ما تخيلوا. فقط شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ركزوا معايا وديروا واحد لايك للفيديو باش يشوفوه اكبر عدد ديال الناس، حيت مؤخرا البنات ولاو تيقولوا لي راه ما بقاش يوصلهم النوتيفيكاسيون. ديروا البنات لايك وحطوا واحد التعليق باش تبقى دائما توصلكم كل جديد. وبركه من الهضره، ودابا ندوزوا ان شاء الله للمقادير. هنا اول حاجه غادي ندوز باش نصوب الخليط ديال هاد الكيك. هذا غادي نحتاج ندير الشوكولا مع الزبده باش كيذوبوا هما الاولين. كناخذ هنايا 125 غرام ديال الزبده، كنزيد عليها الشوكولاط، يعني غادي نعطيكم العبار، وانتمايا شوفوا الشوكولات اللي نتوما بغيتوا تخدموا به. هنايا انا درت 200 غرام ديال الشوكولات، ديال يعني نوعيه جيده، ما بغيتوش ديروا نوعيه جيده ملي ديروا هاد المرحله هذه ديال انكم تذوبوه مع الزبده. زيدوا معاه واحد المعلقه ديال الكاكاو المر وخلطوا مزيان. هنا غادي ندير الزبده مع الشوكولا وغادي نديهم الحمام مريم باش كيذوبوا، وغادي ندوز هنا باش غادي نفصل الابيض على الصفر ديال البيض. هاد الطريقه هادي راها ساهله ماهله، ماشي بحال اللي تصاوبي الجينواز ولا هذا، ساهله فقط تبعي معايا وشوفي المقادير. 5 ديال البيضات يكونوا مكبارش، يكونوا يعني متوسطين اولا صغار. شوفوا الحجم اللي انا دايره، انا ما دايرهش هنا حجم كبير ولا حتى متوسط، دايرهم شويه صغار لان الكيك راه غير كيك واحد. على اين راه غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، راني عا كنساو ما ديوش عليا خدكم، راها تالفه ومتلفه هالوقت. حتى الى البنات لقيتوا بانهم ما لقيتوش المقادير في صندوق الوصف، راه في الفيديو مشروح وانا كنقول لكم دابا لي زانغغيديون. فهنا كيف ما قلت لكم كندير 5 ديال البيضات، كنفرق الصفار على الابيض. عندي بالنسبه للسكر عندي 250 غرام ديال السكر، تقدروا تنقصوا من السكر، ولكن الا كنتو دايرين الشوكولا لي كوفيرتور نوار يعني اللي ما تكونش حلوه بزاف فما تنقصوش من السكر. هنا كيف ما كتشوفوا الخليط من بعد ما دوزته كي في باماري او لا في حمام مريم كنحطو جانبا باش يذوب ليا. من بعد غادي ناخذ الصفار ديال البيض مع السكر اللي قلنا، وغادي نخلط غير بالفوي او لا بالطراب اليدوي بهذه الطريقه هذه، كنطرب مزيان حتى كي يختفي داك السكر. هاد المرحله مهمه بزاف، تيختفي داك السكر وكيبدا كيبيض لينا شويه الخليط، ما تيبقاش صفار. غادي نحيدو، غادي نجيب طراب كهربائي، غادي نطرب الابيض ديال البيض حتى كيولي بحال الثلج، ما كيبقاش لينا الابيض ديال البيض هكاك سايح. كنخلط مزيان حتى هو. انا دابا هاد المراحل اللي كندير كنتسنى في هذاك الشكلاط يبرد ليا، لان الا ما كانش بارد على الاقل يكون دافي شويه، الا كان سخون غيطيب لينا داك الصفار ديال البيض اللي حنايا خلطناه مع السكر. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا الخليط ملي كنخلطوه مزيان كيختفي داك السكر، وكتحسي بداك الخليط بحال تقال شي شويه، هادشي اللي بغينا. غادي نضيف الخليط ديال الشوكولا والزبده، من الاحسن يكون عندكم شي سباتول تكون كتكرط مزيان. انا راه ما بقاتش عندي هذيك، خسرات لي، خاصني عاد نشريها، ضيعت عرام. غادي تفقسوا وغيبقى فيكم الحال، لان انا عارفكم ما كتبغيوش التضيع، ولكن انا معدي مندير ما عنديش هذيك السباتول. من بعد كناخذ كاس ديال الدقيق اللي هي 125 غرام ديال الدقيق اللي غادي نغربلو، وغنضيف معاه اما معلقه صغيره ديال البيكينغ بودر او لا ساشي ديال الخميره هذه اللي كنستعمل انا، وغنضيف شويه تاع الملحه، يعني قريصه ديال الملحه غنديرها في هذه المرحله. وغادي نطرب نخلط مزيان،
الوقت اللي غيختفي ليا الدقيق. ما تخلطوش بزاف في هذه المرحله ملي تضيفوا البياض ديال البيض عاد باش غادي تخلطوا. هانتوما كيف ما كتشوفونا كنحاول انني كلشي تشوفوه على عينيكم، ما كنبغي نزابي لكم حتى شي اولا نغطي لكم حتى شي مرحله. هنا صافي، هنا ملي خلطت كنحيد هذاك التراب اليدوي باش لحقاش غادي نبدا نخلط بواحد سباتول بواحد الملعقه خشبيه. كنحط هذاك البياض ديال البيض دفعه وحده وكنبدا نخلط. هنا غادي تحسوا بالخليط، نتوما غتخلعوا بحال الا خسر، غيبان لكم داكشي بحال المنظر ديال الخسران. لا البنات، غير خلطوا كيف ما غتشوفوني انا دابا كندير، غير خلطوا هزوا من التحت للفوق من التحت للفوق وخلطوا. غير هو ما تعطيوهاش للتخلاط بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش ان هذا الخليط هذا ما فيهش دقيق بزاف، راه غير كاس واحد ديال الدقيق في خمسة ديال البيضات، ولكن راه كتجي واحد الكيكه اللي واعره. شوفوا الخليط كيفاش كيولي البنات، هنا ثقيل وبحال اللي محبب في المنظر، هو راه ملس ولاني كيبان بحال اللي محبب في المنظر. انا كنشرح لكم هاد لي ديتاي باش حتى حاجه ما تشوفوها وتخلعكم. بالنسبه للفران خاصو يكون بارد. كنوجد هكا واحد المول اللي القطر ديالو يعني تقريبا 20 سنتيم بحال هكا، هادي راه ما كبيراش بزاف. كنحاول ندهن بشويه الزبده باش يلصق ليا البابي كويسون اللي كنديرو حتى على الجناب باش الكيك ديالي ما تلصقش، دائما نديرو الاحتياط. بغيتو نتوما ما عندكمش هاد المول اللي عندي، ماشي مشكل، خذوا اي جميله عندكم صغيره بحال هاد القياس هذا، او لا مول نيت بحال هاد القياس ما يكونش فيه ديك الخويه الوسط، ودهنوه بالزبده وديروا نفس الطريقه اللي انايا درت. فرشوه او غلفوه بالبابي كويسون. هنا راني كنت كنصاوب هذاك القرص الوسطاني باش كنشد عليه العبار باش كنلصقو الوسط هكذا باش ما تلصقش ليا الكيك ديالي. هذا راه كتكوني واخده جميع الاحتياطات ومع ذلك يقدر يوقع الغلط، فهاد الشيء راه عادي 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 جدا جدا جدا. فكنغلف هكا وكنخليه شيط من دوك الجنيبات باش ما كنخليش هذاك الخليط فين يسيح ليا، حتى ملي كيسيح والقم فين يسيح وما لقاش البابي كويسون راه كيلصق. ملي تجي تبغي ديمولي نتيا الكيك ديالك كيلصق لك الكيك في القاع ديال المول وكيصدق مهرس ليك ولا وقع شي حاجه. دابا غادي نحط اولا نصب الخليط ديالي. كنعاود نوريكم الخليط عاوتاني، شوفوا كيفاش كنهز الفوق وكنصب من هنا، راه خماره وحده اللي كاينه لان حنا دايرين كاس ديال الدقيق. كنصب مزيان، علاش قلت لكم غادي تفقصوا البنات؟ لحقاش حتى هذا غادي يضيع ليا. شوفوا خاصني غدا ان شاء الله نخرج نشري سباتول، لان ان شاء الله غادي نبدا معكم وصفات كثيره ولازم انني نشريها، غادي تنفعني بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم الفران خاصو يكون بارد على درجه حراره، ندخلوا الكيك ديالنا على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. هاد الكيك هذا راه ما كيتنفخش لان احنا اصلا غادي نقسموه على جوج، فهاد الكيك هذا هو كيك ولكن راه كيصلاح مثلا الاعياد الميلاد. هنا بعد ما بردت الكيك ديالي كنقسموه على جوج، كنخلي هذيك الجهه التحتانيه كتكون مسطحه ومقاده هي اللي غادي تدار من الفوق، والجهه التحتانيه باش اللي كان فيها العيب نديروها هي الاولى. هنا من بعد باش نصايب الكاناش غادي ناخذ 280 غرام ديال الكريمه السائله. انا راني شاده العبار يديا عيني ميزاني، غادي نزيد عليها 125 غرام ديال الشوكولا تكون حتى هي كوفيرتور نوار، ونخليهم كيسخنوا باش من بعد نخلطهم غادي يوليو ليا غاناش. هنا باش غادي نزين انا خديت شويه ديال البسكوي ديال اللوتس وهرمشته حطيته جانبا. هنا بالنسبه للغاناش من بعد ما داب داك الشوكولا كنخلط مزيان وكنزيد عليه 25 غرام ديال الزبده تكون غير مملحه وكنخلط مزيان مزيان. شوفوا التريكويا كاع توسخ، هادشي طبيعي انا ديما مجلخه. المهم كنحطو في الثلاجه باش يزيد يبرد، هو قد ما كيبرد قد ما كيتقال الخليط يعاوننا في التسريح. هنا من بعد ما برد شويه الخليط غادي نضيف الطبقه الاولى. انا في هذاك الطبيسيل راه هو فين كيبان لكم راني موجده
المكسرات تقدروا ما ديروهمش، ولكن انا عزيز عليا بحال كنسمع ديك التقرميشه بين دراسي باش كنكون هكا كناكل شي حاجه كتعجبني، كنحس براسي كناكل شي حاجه زوينه. بحال هاد الكيكه البنات كناكلوه على برا كيكون مورس واحد دير 15 درهم، يعني كيكون غالي 15 حتى 20 درهم الا مشيتي تاخدي شي قهوه هكا اللي تكون كتكون معروفه وهذا. فعلاش حنا ما نصاوبوش غير في الدار ويطلع علينا مثلا بقل ثمن؟ فهنا كيف ما كتشوفوا كنسرح مزيان مزيان الطبقه الاولى، لان غنديرها في الثلاجه تبرد. علاش؟ لان انا ما خليتش الكرناش حتى يبرد بحكم انني كنصور وخاصني نحط الفيديو في نهارو. فهنايا من بعد ما كنقاد هاد الطبقه كنرش هذوك المكسرات، شويه اللوز شويه القرقاع وشويه ديال البيستاش، كنخلطهم مزيان مزيان. البارك المسعود غياخد ياكل هاد الكيكه. البارك المسعود تقول لكم البارك المسعود غياخدني. نضحككم شويه ما فيها حتى شي مشكل. كنرش الخليط، كنرش هذوك المكسرات من الفوق، ومن بعد كيف ما قلت لكم غندخلها للثلاجه باش تبرد ليا الجهه التحتانيه بهذا الشكل. تقدروا ديروا اي مكسرات بغيتوا اللي واجد عندكم ديروه، ما كاين حتى شي مشكل. عندكم الفيتين ديروا الفيتين. من بعد هنا ما جبدت هذيك النص كيكه اللي دخلت للفران، كندير الطبقه التحتانيه. انا الفران راكم عارفين بان بحال الدار عندنا عوجه شويه كتعوج ليا الكيك، فانا حاولت انني نصلح ما يمكن اصلاحه، وغادي نغطي الكيك ديالي هكا من وجهها بهذه الطريقه هذه بالمساعده ديال هذوك لي سباتول الصغيورين، كينفعوا بزاف بزاف خصوصا الا كان غير الكيك صغيور فكينفعوا بزاف بزاف. هنا انا كنقول لكم كيك صغيور، وكاين هذه راه كياكلوها حتى ل 8 الناس على حسب انها كتقطع على 8 الخطرات، فراها زوينه. بالنسبه للتزيين زينوا الطريقه اللي عجباتكم كيف ما بغيتوا، بغيتوا ديروا اي حاجه ديروها، بغيتوا دردرو شي حاجه من الفوق دردروها، ما عندكم ما دردرو ديروا بحالي، ديروا خطوط. راه عطات واحد المنظر زوين هنا، راه واخا حيت بعيد التصوير ما كيبانش، ولكن في الصوره سيروا هذا الكوميونيتي اولا المنتدى فين كنحط تما هكا الفيديوهات والتصاور ديال الحلويات، سيروا للمنتدى راه غادي تلقاو التصويره وغادي تشوفوا المنظر كيفاش جات. من بعد كنبدا نقاد في الجناب باش ما يبقاش يبان داك العيب ديال الديكالاج، لان انا كيف ما قلت لكم عندي الفران عوج، ماشي الفران عوج، عندي الدار عوجه كلها. انا براسي عوجه. المهم فين ما كنحط شي كيكه هكا تبغي طيب كطيب ليا مايله، فمشكل كبير هذا. انا كنظن بانكم كتعانيوا منه حتى نتوما. فكنبدا كنصلح ما يمكن اصلاحه هكا من الجنيبات، وانا كنعتمد على هذاك اللعيبه اللي كدور، نسيت السميه ديالها شحال هادي بينو بين الحلوه. نسيت السميه ديالها، المهم البورت شي حاجه واش بورت كيك ولا شي حاجه. المهم كنبدا كنصلح فيه هكا من جنب. هذاك البيسكوي ديال اللوتس حيت انا عندي ما بغيتوش يبقى ليا بزاف هذا تيقدام، قلت اجي يا خويا انت باش غادي نزين، خديته كيف ما شفتو في الفيديو وزينته هكا وهرمشته. فهنا قربت لكم شويه الكيك باش تشوفوا التزيين كيفاش داير من الوجه ديالها. شفتو هما راه غير خطوط ولكن عطاو واحد الشكل اللي كلاس الكيك ديالي. صافي وكنبدا كندور على قلت الله اكبر، الله يسهل علينا وعلى الجميع يا ربي يا رب العالمين. وانا دابا تصابيت كندخل الصوت ما نقدرش نوقف، المهم الله اكبر كبيره. صافي اخوتي هنايا كيف ما كتشوفوا كنبدا كندردر من الجنيبات. تقدروا ما ديروا والو، تقدروا تزيدوا اللي بغيتوا، شوفوا نتوما شنو كيبغيو وليداتكم، اي حاجه بغاوها ديروها ليهم، ماشي مشكل الا ما كانش المنظر زوين، المهم وليداتكم يكونوا فرحانين وشوفوا شي حاجه اللي كتعجبهم. وهنا اخوتي غادي نقطع لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي هكا من الداخل. دائما انا عندي مشكل في الماس، ديما كنلقاهم موضرين، ماشي موضرين ماما، هذوك الماس ديال التقطاع كتشدهم وكديرهم فوق البلاكار، وكنكون انا كنصور وما كنلقاش كيفاش ندير نجبدهم، كيكونش عندي الوقت. هنا كيف ما كتشوفوا خوتي قلت لكم ما خليتش الكرناج حتى يبرد هذاك الطبقه الوسطانيه، شوفوا الطبقه اللي الفوق كي بردات. الا خليتوها تبرد راه هذيك الطبقه اللي الفوق كتجيكم الوسط بهذاك الشكل هذاك وبهذاك المنظر. دابا جا وقت التذوق، غادي نذوقوا اختي هذه الكيكه الرائعه. شوفوا من الداخل كي كتجي واعره. حطوها
باش غادي نذوق. شوفوا دابا هنا غادي نذوق معاكم، شوفوا كي تجي من الداخل. انا ما خليتهاش تبردات، خليوها تبرد. شوفوا الطبقه الفوقانيه كي بردات، الطبقه التحتانيه مازال خاصها تبرد شويه، ولكن انا خاصني بارطاجي معكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي، انا غادي نقطعها قدامكم. شوفوا كي كتجي مقطعه، اما المذاق غنشوفوا كاملين. انا ما كرهتش نبارطاجي معكم كلشي حتى المذاق، ولكن الغالب الله. بسم الله واعر، حق الله واعر. غيان هادي غا البنات، ما شهيتكم. واعر، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وملي تجربوها ردوا عليا الخبر. وعافاكم لما ديروها لوليداتكم في اقرب وقت، راها فنه كما قلت لكم. بالنسبه للتزيين زينوا كيف ما بغيتوا. انا زربانه باش نعطي حياتي ميدوق، لان كيعجبو الشوكولاط، غادي يفرح بزاف بزاف. فهمتوا شنو من داخل كيفاش كتجي معلقه؟ هذه راه تصلح كيف ما قلت لكم اعياد الميلاد، كتجي رائعه. يلا خوتي بما نطول عليكم، نمشي نحط الكيك ونكمل داك الطرف. حق الله تفنى مع واحد كاس ديال القهوه واعره. ما شهيتكم. وقبل ما نسد معاكم بغيت نقول بالنسبه للبنات اللي بغاو يشاركوا في المسابقه ديال اللحسه الفلانيه، نهار الاحد ان شاء الله غنديروا السحب، لان كنا غنديروا الاحد اللي فات. الاغلبيه ديال الناس اللي شاركوا قالوا لينا عافاكم، انما خليو حتى الاحد الجاي، حنا مسافرين مع العيد، خليو حتى الاحد الجاي عافاكم عاد ديروا السحب. فعلى قبلهم اجلنا حتى نهار الاحد ان شاء الله، والسحب غادي يكون على المباشر، يعني قدامكم، غتكون الشفافيه والمصداقيه كيف ما عارفين عليا دائما. يعني انا ديما الشفافيه والمصداقيه، لا ما كانوش ما كايناش انا، هما انا وانا هما. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا المسابقه كيفاش، كتقدي من عندنا فوق من جوج قراعي ديال الحسه الفلاليه. يعني الا تقديتي من عندنا جوج ديال القراعي ديال الحسه الفلاليه اولا الباك، كتكوني شاركتي في المسابقه اللي هي تليفون 11 برو ماكس. النوت رائع، القيمه ديالو اكثر من 4500 درهم. حظ موفق، وكنبغي نقول لكم عافاكم الى ما جربوا هاد الكيكه، راها واعره واعره واعره. يلا سلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم.